النصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات أيضا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى مجددا. وبداية نقف عند علامات الساعة الصغرى. بداية المصطلح علامات الساعة ماذا يعني؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كرم الله عز وجل أنه أعذر إلينا. أعذر إلينا يعني أعطانا كل الأعذار التي لا نستطيع أن نعتذر. نعم. يعني أعطانا كل الأسباب والإمكانيات. لا يوجد لنا عذر. لا يوجد لنا عذر. لماذا؟ المصيبة أننا لا نطرق أبواب العلماء لنسأل عن أمر ديننا. نعم. أنا أتخيل ما طرق باب عالم واحد لإنسان من المتسائل يسأل ما هي علامات الساعة الكبرى؟ سبحان الله. مثلا لأن الأمر لا يهمه. لكن سأل الخبير الاقتصادي عن سعر السهم في الشركة الفلانية اليوم. صحيح. لأن انظر إلى أمر الدنيا وانظر إلى أمر الآخرة. أنت يعني تستطيع أن تزن المؤمن أمامك بما يحوي من دنيا أو أخرى. فإن جلست معه ساعة يتكلم في الدنيا ساعة وربع من داخل الساعة. الله أكبر. فنسأل ده السلام. فالله سبحانه وتعالى من كرمه أن جعل لنا نوعين من العلامات للساعة. نعم. أمارات الساعة، أشراط الساعة. نعم. لأن الله عز وجل المصطلحات واحدة، علامات أمارات أشراط. أشراط. نعم. فقد جاء أشراطها في القرآن. نعم. أو أمارات. نعم. أمارة دلالة. نعم. يقسم العلماء الأمارات والعلامات وأشراط الساعة إلى قسمين، علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. الفرق بينهما والبون بينهما شاسع. يعني هذا لم يأتي به قرآن أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغرى والكبرى. لا يعني قسمها العلماء وهكذا من القرآن ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شروح على ما في الكتاب والسنة. نعم. جميل. علامات الساعة الصغرى جعلها الله إنذارا للعبد أن يفيق وأن ينتبه لما هو فيه من غفلة. وباب التوبة أثناء ظهور علامات الساعة الصغرى مفتوح على مصراعي. جميل. رغم وجود العلامات. كم علامة تقريبا؟ ربما تصل إلى 100 علامة. كثير. بارك الله فيك. يعني هل نحن نحتاج إلى 100 علامة أم نحتاج إلى علامة واحدة أم علامتين فقط؟ المؤمن الصادق يحتاج إلى علامة واحدة وهي أولها. ده المؤمن الصادق. ولكن الإنسان بطبيعته ينسى. سبحان الله. فمن كرم الله عز وجل أن تظهر العلامة تلو العلامة، الأمارة تلو الأمارة. هذا من رحمة الله، لأن الله يعني من رحمته أنه الرحمن الرحيم، ولكنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يعني كثرة العلامات دلالة على رحمة الله بنا. لا بعنك. نعم. ثم عندما تنتهي علامات الساعة الصغرى التي سوف نسردها على السادة المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله بتفصيل إن شاء الله، إذا انتهت وقد أوشك يعني ظهور جلها أو أغلبها أو كلها تقريبا، فلم يبقى إلا علامات الساعة الكبرى التي سوف نتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله. إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى أغلق باب التوبة. أغلق باب التوبة. الله أكبر. لما تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كلام ربنا معلق على أول علامة من أول علامة من علامات الساعة الكبرى، مجرد أن تظهر فغلق الباب. وهناك أناس يعيشون على الأرض وهم أناس سوف يمتحنون امتحانا صعبا. يعني هذه من الابتلاءات الكبيرة والامتحانات المريرة. يعني ترفع تغلق الصحف وترفع الأقلام. لا ما زال المؤمن سابقا سلفا ما زالت أعماله متواصلة، لأنه زرع خيرا فتظل الزراعة وظل عمله في ميزان حسناته. والذي يريد من الفجار والفساق أن يتوب أغلق الباب عليه. لا توبة. هنالك فصل زمني كبير بين العلامات الصغرى. لا فصل زمني أبدا. يسلم بعضها إلى بعض. لا يعني مجرد أن تنتهي جل أو كل علامات الصغرى فجأة نستيقظ فنجد أول علامة من علامات الكبرى ظهرت. وهذه هنا تكمن خطورة الموضوع. إغلاق باب التوبة هذا هو الفارق بين العلامات الصغرى والكبرى. نعم. أما الضخامة يعني شدة الحدث. والضخامة أيضا. والضخامة. لأنها تسمى الكبرى. لأن 6 علامات كبرى.
سوف ناتي إليها. سوف ناتي إليها إن شاء الله. بقى نريد أن إذا نبدأ بالعلامات الصغرى. نبدأ توكل على الله. هنالك ترتيب محدد لهذه العلامات؟ لا ترتيب، يعني ليس هناك ترتيبا محددا، ولكن سوف نقف عند كتاب الله وعند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبدأ بأولى العلامات التي يتفق عليها كل العلماء. يعني قصدت من سؤال هل هنالك منطقية محددة في توالي وتواتر هذه العلامات؟ لا 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 لا. حتى لا نستشف العلامة التي بعدها. لا 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 لا, 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 لا. ربما تظهر عدة علامات في وقت واحد، 10 علامات في وقت واحد. جميل، على الله سبحانه وتعالى نتوكل. نبدأ بأولى هذه العلامات. أولى هذه العلامات هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب. بعثة النبي، يقول فيما روته الكتب الصحيحة، بعثت أنا والساعة كهاتين وضم بين سبابته ووسطاه. ما الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المسافة الزمنية، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. يعني الساعة مع بعثة النبي. الله أكبر. بعثت أنا والساعة كهاتين. وقلنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكر، أنت من ذكر، أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. خلاص، لأنه لا نبي بعد محمد، لا دين بعد الإسلام، لا أمة بعد أمة المسلمين. خلاص، إذا علامة. نعم. قد يتساءل كما قلنا من قبل لنزيد الأمر إيضاحا وما تكرر تقرر، كما قلنا أن الإنسان قد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعث من 1500 عام، احنا في القرن 15 الهجري. نعم صحيح. طيب فأين لما قامت الساعة بعد؟ نقول له لا تحسب بأيامك أنت، أحسب بأيام الله. نعم نعم، نحن بأيام الله لنا منذ نزول اقرأ إلى الآن ما أكملنا يوما ونصف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لحدنا يوم ونصف فقط. يا الله. فلا تستعجل عليهم، إنما نعد لهم عدة، الله يعد لنا، يعد حركتنا وسكناتنا وأيامنا معدودة عند الله. يعني المفروض لا نشغل بالنا بالزمن. لا لا لا، أنا أشغل بالي بما أعددت، لأن الرجل لما قال متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يعني الإجابة القريبة لأذهاننا أن المسؤول أعلم من السائل. صحيح. تمام، لكن ماذا قال له؟ لماذا أعددت لها؟ هذا السؤال، هذا ذكاء رسول الله، نقله من المهم إلى الأهم. أنت تسأل متى الساعة، ما الذي يعود عليك؟ لكن ماذا أعددت لها؟ هذا هو الأهم. نريد أن نعرف متى حتى نستعد. الله يرضى عنك. لا معلش، لا. الله عز وجل يعبد غيبا، لا يعبد يعني الذين يؤمنون بالغيب. وأنا لما أعرف أن الساعة، ما هو ساعتي أصلا، أنا ساعتي عند يوم موتي. يوم موتي لا منتظر لعلامات ساعة ولا غيره. العلامة الأساسية الانتقال وانتهاء، ولا أحصل لعلامات ولا أرى علامات، أن أموت. صحيح. يعني رضي الله عن علي عندما قال الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فالإنسان لما يموت قامت قيامته. شوف، الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله، من شراك نعله، عزك الله إلى أن أربط رباط الحذاء تخون قيامته. يعني أنحني أموت، بعيد إما في جنة أو في نار، لكن الناس في غفلة. صحيح. ولذلك ذكر الموت مهم، وذكر الوعد الحق مهم، وذكر ما بعد ذلك مهم جدا، وهذه أهمية هذا البرنامج. جميل. نعم، بارك الله فيكم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة. أول علامة من علامات الساعة الصغرى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العالمين لتكون آخر رسالة للعالم. طيب، وماذا بعد؟ طيب، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، وسوف نوضح الفحش والتفاحش. نعم. وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. نعم. حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذه 6 علامات تقريبا في بعض. طيب، نقف عند كل علامة. تعال. حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش هو الفعل الفاحش نفسه. نعم. يعني ارتكاب المعاصي والجهر وهذا الأمر. التفاحش هو الكلام عن الفحش نفسه. يعني الفحش ناصي
ان تظهر عارضة الازياء امام الناس على الشاشة. اعطيك مثال واقع، انت دايما تقول نهبط نهبط الواقع، خلينا نهبط.